هذا تقريبا بال 35 كيلو. اليوم 12 ابريل 2024. شوفوا 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 ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بدي اشرح شو عمل هوني. واول ما ضربت البكره ضربت بالحديد، شوفوا شو انكسرت، انكسرت من اول ضربه. وبعدين فر كل هذا الخيط 300 متر كرو مرتين ثلاثه حتى قدرنا نجيب هذا الوحش. يا سلام يا سلام يا سلام، شايفين ما شاء الله ما شاء الله. بلا حبة البرقودة كاملة، بلا حبة البرقودة كاملة. مع النوخذ أبو يوسف، مع النوخذ أبو يوسف أطلس لتنظيم رحلات البحرية. 12/4/2024. اضرب 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 اضرب، خذ راحتك اضرب.